حدوته كابتن وليد مراد. تعالوا ناخد الحدوته من زمان، من وانا صغير. انا من وانا صغير اتربيت وكبرت انا وجيلي على انه الطيارين المصريين اشطر طيارين في الدنيا. حلو؟ طيب. للاسف ظهر في بعض الاوقات بعض الافلام او بعض المسلسلات او بعض الناس اللي تحب تتفزلك يقول لك ايه اسطوره ان الطيار المصري افضل طيار في الدنيا. يا جماعه بلاش مبالغات، احنا طول الوقت شايفين نفسنا كده ما حصلناش باماره ايه يعني احسن طيار في الدنيا. هو الحقيقه بكل الامارات، يعني بالمناسبه يعني هو بكل الامارات. عايزك بقى ترجع لمعركه المنصوره على سبيل المثال، ده على سبيل المثال للحصر. ترجع على الطيارات اللي كنا بنستخدمها واحنا في 6 اكتوبر مثلا، يعني كنا بنستخدم طيارات عامله ازاي وعملنا بيها ايه. هقول لك كمان حتى في استخداماتنا لاحدث الطائرات الموجوده، تحديدا طائرات القتال، احنا بنعمل بيها اللي صنعوها ما بيعرفوش، وده بجد. طيب اخش على الطيران المدني يا يوسف. بصراحه احنا الطيران المدني بتاعنا زي الفل. انا سافرت عدد عواصم مهول. حلو. وبالمناسبة أنا من الناس التي تتعمد دائما مهما كانت الظروف الحجز على شركة طار، مش الحجز يعني أحط عليها بروتوست ومونيفيستو على رأي عبد الفتاح القصر، أحجز يعني على الشركة بتاعتنا، شركتنا الوطن مصر الطيران. أنا أحب كده والله العظيم ما بهزر، إلا إذا ما لقيتش حجز. ده كده بقى إيه، أبقى رايح لبلان بي، يعني هشوف انهي طيران تاني، لكن اولا حاجتي. طيب كابتن وليد مراد الذي صار نجم نجوم السوشيال ميديا في مصر وانجلترا واوروبا، فتلاقي انه الفيديو بتاع اللاندنج بتاعه اللي انا حتى قلته لزمايلي وقعدوا يضحكوا، قلت لهم يا جماعه اللاندنج ده في علوم الطيران يسمى ملبن، يسمى جيلي كولا، حاجه في منتهى النعومه. مفيش كده، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظه. بص اتفرج عشان بس تبقى فاهم انا بقول ايه. الطياره هتبدا تنزل بقى على الران واي. ساعات الطياره لما بتنزل بتروح نازله كده ملمسه عجل وتفط لفوق. بص دي هتعمل ايه، ساعات دي نزلت ولا فطه. الله اكبر الله اكبر، مفيش فططان في الموضوع. ايه فططان دي، انا بخترع مصطلحات. بس عموما يعني هي ساعات كده تنزل تلمس الارض وتلاقيها راحت ايه، بص ايدي عامله ازاي، تعالى كده هاتها نديم، بص بص اصل انا ايه هوريلك بص بص تلاقي ايه الطيران نازله كده، تروح عامله كده وتروح مكمله. حلو. ده بكده بايه، بالمؤثرات الصوتيه بتاعتي. الطياره بتاعت الكابتن وليد مراد نزلت ما شاء الله، ربنا يحفظه. كابتن طيار وليد مراد معانا على التليفون. يا دي الهنا يا دي النور يا دي الشرف. والله انا مبسوط جدا ان انا طبعا الكلام اللي انت قلته يعني كلام يعني كتير عليا جدا خالص، واخد بالك والله خالص من قلبي يعني. والله انا مبسوط جدا ان انا معاك، يعني انا عارف ان انا قلت كلام فارغ كمان، حكايه تفط وما تفطش واللاندنج الملبن ده، بس يعني ايه خلينا نقول ده توصيفات البسطاء اللي زي حالاتي يعني. انا والله اول ما شفت كده قلت ايه ده، اسمه لاندنج الملبن. قعدوا يضحكوا، قلت لهم ناعم خالص مفيش حاجه، ما شاء الله الله اكبر، نزل على حته حرير، ربنا يحفظك. ربنا يعزك ربنا يعزك. كل اللاندنج بتاعتك كده كابتن وليد ولا ايه؟ قول لي مواعيدك عشان برضه لما اجي اسافر احجز مع حضرتك بعد اذنك. ده شرف لينا وشرف لمصر. ايه السر ورا اللاندنج الناجح؟ يعني ادي نصيحه لطيارين العالم، ايه السر؟ يعني انا يعني بص هقول لك حاجه، قولي. انا كل الكلام اللي انت بتقوله ده انا مبسوط بيه على المستوى الشخصي، ولكن انا يعني انا بقديم لمصر الطيران. مصر الطيران هي اللي صح، هي اللي علمتنا وهي اللي دربتنا وهي اللي خلتنا نطير على احدث الطيارات في العالم. حضرتك نزلت بالطيارة دي، كانت طيارة بوينج 3 سبعات صح؟ لا يا فندم، دي دريم لاينر، دي أحدث طيارة في العالم. دي إيه يا فندم معلش؟ دي 787 دريم لاينر، دي أحدث طيارة في العالم. أنا جيلي بتاع 3 سبعات ما بعرفش حاجة تاني. ماشي يا احنا جيل مساكين، أول ما قلنا طيارة حديثة نقول لهم بوينج 3 سبعات. لا حضرتك عدل بقى 787 دريم لاينر. أعمل أبديت، حاضر. حضرتك 787 وإن شاء الله لما تطير معانا إن شاء الله هتطير عليها بإذن الله يعني. ايوه هبقى فرحان يعني اكيد، هبقى فرحان ان حضرتك قائد هذه الطياره، هبقى سعيد يعني. ربنا يخلي حضرتك. على فكره انا وزمايلي كلنا واحد نفس السكيل. ايوه ما ده اللي انا بقوله، الطيارين بتوعنا مفيش كده والله.
بالظبط كده، سواء كنا طيارين حربي او طيارين مدني، يعني احنا الاثنين نفس الكيد. عشان عارف ليه؟ عشان احنا مصريين. طيب الحته دي طول فيها ومفيش حد هيقول لك قصر، يعني انا كنت لسه بقول يا جماعه والله الطيارين بتوعنا في منتهى الكفاءه، فايترز طبعاً كانوا او مدنيين هم فعلا الاكفأ. هل اللي انا بقوله ده حاله كده شوفينيزم علشان انا مصري، ولا ده الجد ودي سمعه الطيار المصري؟ وعلى فكره حضرتك، انا اول طيران، انا اول ما اتعلمت طيران اتعلمت في القوات الجويه في السرب الاول الشراعي، وتعلمت وبقيت مدرس عندهم، وانا اصلا اساسي القوات الجويه. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. يعني انا ادين بالولاء. اذا كان احنا هنعتبر ان ده سكيلز وان ده مستوى، فانا ادين الفضل الاول للقوات الجويه، الفضل الثاني لمدرستنا الكبيره اللي علمتنا وخلتنا على المستوى الراقي ده، شركه مصر. طيب كابتن وليد، احنا سمعتنا كطيارين مصريين على مستوى العالم ان احنا فعلا شطار، ولا انا قاعد عمال بقول كلام عاطفي؟ لا يا فندم، احنا شطار ومش هتحايد، احنا شطار. وعلى فكره احنا مش شطار في الطيران بس. في ايه كمان؟ حضرتك دي امكانيات، زي ما احنا كده عندنا امكانيات مصطران ودتنا نتعلم في احدث وارقى الاماكن. اتدربنا فيها، اتدربنا في بوينج، اتدربنا في باص، اتدربنا في احدث مراكز تدريب، امكانيات عامله سكيلز محترمه. على فكره كل الطيارين، كل المصريين كده حضرتك، يعني شويه امكانيات هتلاقي كتير 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 زي الدكتور زويل، زي الدكتور مجدي يعقوب، زي هتلاقي كده حضرتك على طول. اول ما يعني اول ما الامكانيات تبقى، وربنا ان شاء الله يكرمنا باذن الله، نبقى في كل المجالات باذن الله. طيب سؤال كمان معلش، انا عارف ان هتلاقي كل قنوات الدنيا بتكلمك، لو ما لقيت الفيديو بتاع الطياره بتاعتك واللاندنج اللي عملته منتشر هذا الانتشار في مصر وفي انجلترا وفي دول اوروبيه تانية، يعني اول مره عرفت ان الفيديو بتاعك عمال بينتشر وانت بتترند كان امتى، وعرفت ازاي وحسيت بايه؟ والله انا وزميلي الكوبايلوت اللي معايا، ابني الصغير كابتن محمد الشكشاكي، لقيته بعد ما روحنا اللوكاندا، لقيته بيبعت لي فيديو ان في حد مصورنا. طبعا احنا نزلنا في جو ملبد، يعني جو يعني سيء شويه. وعلى فكره برضه انا عايز اقول لك حاجه استاذ يوسف، احنا معدين لده، انا عندي بريفنج ان في هناك كده، ومركز العمليات عندنا عادد عامل اعداد للرحله جيد وتلقيم جيد، وانا نازل عارف ان في ستورم هناك، وعارف ان انا هروح اعمل محاوله، اذا ما كانش هروح على المطار الاحتياط. احنا ويل بريف، فما فيش مفاجاه بالنسبه لنا، احنا كل ما في الامر ان احنا تعاملنا بالموقف باحترافيه بشغلنا. ما هي دي احترافيه شغلنا كده، ان انا انزل اعمل محاوله، اذا ما كانش المحاوله ناجحه للتاون سيف اروح على مطار الاوتارلي. انا ما عملتش حاجه مش طبيعيه، هو ده اللي انا اتفاجئت بيه. يمكن شكل الطياره وهي جايه وهي في الابروتش استدي، ثابته موزونه، مع ان الجو وحش جدا، والطيارات الثانيه حضراتكم شفتوا هي كان بيحصل فيها ايه. أيوه. احنا الحمد لله جايين ثبات، جايين في كل حاجه بتوقيتها ونزلنا، ويمكن عشان زي ما انت حضرتك قلت كده اللاندنج كان له شكل، هو ده يمكن اللي اثار في جو الوحش قوي ده ونتغلب عليه، وبعدين كمان يطلع ان اللاندنج شكله يعني عملت لاندنج مثالي في ظروف غير مثاليه على الاطلاق. هو ده يمكن اللي خلى الناس يعني يلفت نظرهم شويه، انما احنا مدربين على كده. وزي ما انا كنت بقول بالمصطلحات، الطياره ما فطتش. ما هو ده حضرتك، يمكن يعني يمكن الطياره وانت حضرتك شايفها في الابروتش وهي جايه، الطياره ستدي تماما، مفيش اي اهتزازات، في حين ان الجو ما كانش يعني زي ما حضرتكم شفتوا الطيارات اللي قبل كده كانت عامله ازاي. ايوه واخد بالك، وان هي يعني الحمد لله رب العالمين كان ستدي من اول بدايه الاقتراب. ايوه لغايه التاتش داون ديسلريشن الطياره ستدي تماما، ودي الحمد لله نرجع برضه تاني
لشركه مسطران وفضل التدريب الراقي اللي احنا اتدربنا بيه ودربنا بيه. ما شاء الله، ربنا يحفظك كابتن. اي حد، اي زميل ليا كان عنده رحلته امبارح كان هيعمل نفس التكنيك، نفس الاداء، نفس كل حاجه حلوه، وكان برضه هتبقى الدنيا جميله برضه. ربنا يحفظك ويحفظكم جميعا الحقيقه. الف الف شكر ليك كابتن طيار وليد مراد، صاحب اللاندنج المثالي في ظروف ابعد ما تكون عن لفظ مثالي. دول الطيارين المصريين بمنتهى البساطه، لو ما كانش الطيارين المصريين شديد التميز ما كانش الفيديو ده انتشر في كل حته في الدنيا بالشكل ده.